مساكم الله بالخير، حياكم الله في حلقة جديدة من يا هلا، وهذه هي العناوين. مهارات اختيار الزوجة الثانية، آخر صيحات الدورات التدريبية. محام يروي تجربته المريرة مع اللجان شبه القضائية. ونتعرف على تفاصيل مهاجمة قطعان من القرود الشرسة لطفل في البخوة. حياكم الله. البداية في هذه الحلقة مع تدشيني معرض الرياض للسيارات، والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. هذا المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي سيشهد تدشين ثلاث سيارات تعرض لأول مرة في العالم. دعونا نشاهد لقطات من حفل التدشين وافتتاح المعرض، ثم نعود لإكمال ربما أخبارنا في هذه الحلقة. وإلى أول خبر، إذ أعلنت قيادة قوات التحالف للدعم الشرعية في اليمن عن تمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مطار أبها الدولي. من جانبه، نشر التحالف لقطات من استهداف قواته للآليات العسكرية وعناصر الميليشيا الحوثية بمحافظتي مأرب والبيضاء. خلف هذه الكاميرات التي وثقت لحظات استهداف العدو، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال مشغولون براحتنا وسعادتنا وحمايتنا، همهم الوحيد كيف نعيش خلف أسوار هذا الوطن بأمن وأمان. رجال القوات الجوية أينما كانوا، برا وبحرا وجوا، أنتم تقفون خلف كل هذه الطمأنينة التي نعيشها. تيقنوا بأن ألسنتنا لا تتوقف عن الدعاء لكم بالنصر والتمكين. في جانب آخر، سلم رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أول 32 ترخيصاً للخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة. يأتي ذلك التدشين لأهمية الرخصة اللوجستية للقطاع اللوجستي السعودي ودوره الحيوي الذي يشهد نمواً وإقبالاً كبيراً. يشمل الترخيص أنشطة الخدمات اللوجستية كافة، حيث دمجت في نشاط واحد بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنجاز بخطوات ميسرة. ستمكن الرخصة وسطاء الشحن البري والجوي والبحري من مزاولة النشاط، كما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية الرائدة المختصة في القطاع اللوجستي. تساعد الرخصة في رفع مستوى تنافس القطاع وتعزيز خيارات الشحن للمستفيدين، وسيدعم حضور المملكة وتقدمها ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي. قرر الشاب محمد عبد الغني تحويل أحد أقدم ممرات حارته ببلدة تاروت إلى مزار سياحي يقصده السياح من داخل القطيف وخارجها. زميلنا موسى يحيى من المنطقة الشرقية لديه المزيد في هذا التقرير، نتابع. استطاعه بمجهود شخصي محمد عبد الغني، شاب من قرية تاروت، تحويل أقدم شوارع هذه البلدة إلى تحفة تراثية، مستفيدا من الأرث التاريخي الكبير لهذا المكان. سويت الممر طوله 50 متر، ابتديت بالأشجار
وابتديت بالشلالات وبالأسقف الخشبية. وطبعاً أعظم التراث كله حصل من منطقة الديرة طبعاً، من الصابوني، الحجر الصابوني والحجر الجيري. طبعاً أنا أنحت طبعاً أكثر من قطنياتي هنا من الشيء القديم اللي يجي على طراز منطقة الديرة الأثرية. أصبح هذا الممر والذي يصل طوله إلى 50 متراً مزاراً سياحياً لأهالي جزيرة تاروت والقرى المجاورة لها منذ ما يقارب 4 سنوات. طبعاً الممر من شهر داخل المملكة كامل، وخارج المملكة الزوار ما ينقطعوا على مدار السنة، صيف وشتاء، صبح عصر ليل. طبعاً الممر مفتوح 24 ساعة بدون رسوم. الزوار سموه ممر السعادة وانطلق عليه اسم ممر السعادة. أنا أتمنى من السياحة من البلدية يتبنوا الممر لكي أمد الممر لمنطقة الديرة الأثرية وقلعة تاروت الأثرية. لا زال هذا الشارع أو الممر كما يطلق عليه هنا يستقطب الكثير من الزوار على مدار اليوم ليحيي في أنفسهم حكايات من مروا من هنا من قرية تاروت. لبرنامج يا هلا، موسى يحيى، تاروت. وقعت المملكة والبحرين مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي توكلنا السعودي ومجتمع واعي البحريني، تسهيلا لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ ماجد الشهري المتحدث الرسمي لسدايا. حياك الله معنا أستاذ ماجد. حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ ماجد. بداية، كيف تصفون نجاح الربط التقني بين تطبيق توكلنا وتطبيق واعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك للوطنين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قيادة وشعبا هذه المكافأة الجديدة التي يقدمها هذين البلدين للعالم أجمع لإبراز دور التعاون ما بين الأوطان. الحمد لله جسر المحبة هو أحد الأشياء التي قدماها هذين البلدين للعالم منذ 30 عاماً أو زيادة للربط ما بين البلدين الشقيقين. اليوم بقيادة حكيمة بتوجيهات سديدة ومتابعة مستمرة من سمو سيدي ولي العهد وقيادة البحرين الشقيقة، وقعت المملكة العربية السعودية والبحرين ممثلة برئيس هيئة سدايا معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي هذه الاتفاقية التي ستكون بداية للعمل المشترك مع زملائنا في البحرين لربط تطبيق توكلنا بتطبيق مجتمع واعي، بحيث نسهل عملية السفر ونسهل الإجراءات الاحترازية ومتابعتها بشكل صحيح ما بين المسافرين المغادرين والقادمين ما بين البلدين الشقيقين. إذا ممكن نتعرف على تفاصيل آلية الربط التقني بين التطبيقين أستاذ ماجد، ما هي؟ طبعا تعرف أن عملية السفر ما بين البلدين إجمالا هي عملية معقدة ترتبط فيها أنظمة حدود، أنظمة جوازات، أنظمة جمارك. أيضا الآن بعد أزمة كورونا هناك أنظمة صحية يجب أن ترتبط بذلك، بحيث أنه تستطيع أن تتحقق من الحالة الصحية للمريض لا سمح الله لمنعه من السفر حتى لا يؤثر على مسافرين آخرين. الآن القائم هو تبادل للمعلومات إن شاء الله سيتحقق بعد توقيع هذه الاتفاقية ما بين التطبيقين، بحيث يكون المواطن السعودي حين يسافر للبحرين يستطيع الاستفادة من معلوماته المتوفرة في تطبيق توكلنا في التطبيق الآخر الموازي لمجتمع واعي في البحرين، وأيضا مسؤولي الجوازات والحدود في دولة البحرين الشقيقة يستطيعون التأكد من المعلومات بشكل آني ومؤتمت، لا يتطلب أوراق ولا يتطلب اعتمادات. لكن نحن لازلنا في البداية، اليوم وقعنا مذكرة تفاهم والعمل إن شاء الله سيقوم بشكل مستمر حتى نحقق هذا الهدف السامي من تسهيل إجراءات السفر ما بين البلدين الشقيقين. بورك جهودكم، يعطيكم العافية الأستاذ ماجد الشهري المتحدث الرسمي لسدايا، شكرا جزيلا لك.
في خبر آخر، رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز حفلة تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. حقيقة جوائز مؤسسة الملك خالد هي جوائز نحن ننظر إليها أنها جوائز دعم وتنمية، وليست جوائز تكريم عن أعمال سابقة قد يكون انتهى أثرها حتى، إنما هي مكافأة لمبادرات فردية تقدم فيها أصحابها من أجل وضع حلول اجتماعية أو اقتصادية لمشكلات من هذا النوع في المجتمع. وإحنا الحمد لله كل سنة يتقدم لنا ما بين 120 إلى 160 شركة من كبريات الشركات المنكر بالسعودية للحصول على هذه الجائزة وفق المعايير اللي احنا واضعينها، الحوكمة، الاستثمار، المعيار الاقتصادي، المعيار الاجتماعي، وبالذات في داخل كل معيار، كل مبدأ من هذه المبادئ ومعيار من هذه المبادئ هناك معايير تفصيلية. الجمعية الأولى هي الفائزة بالمركز الأول في جائزة الملك خالد لتميز المنظمات الغير ربحية. نحن أول جمعية مسجلة في المملكة العربية السعودية برقم واحد، بدأنا قبل 60 عاماً، ورؤيتنا هي أن نكسر دائرة الفقر عن طريق التدخل المبكر، ونعمل على تمكين أطفال جنوب جدة بمهارات علمية ومهنية ورياضية تمكنهم أنهم يصبحوا أفراد منتجين في المستقبل. حصلنا اليوم بفضل الله عز وجل على جائزة المركز الأول لشركات تنمية من قبل جائزة الملك خالد، وحقيقة في هذه الفرصة أنا حاب أشكر منظمين مؤسسة الملك خالد وجائزة الملك خالد على هالدعم المعنوي الكبير. مشروع عدنان معلم القرآن بكل بساطة هو مشروع تطبيق يعلم الأطفال القرآن الكريم، وهو وصل لأكثر من 9 مليون مستخدم له الحمد حول العالم، وبفضل الله عز وجل يعني اليوم عندنا إن شاء الله نقلة نوعية لتطويره، وهذا الدفع المعنوي بيكون إن شاء الله مشجع لنا نقدم المزيد بإذن الله عز وجل. احنا فزنا في المركز الثالث في جائزة الاستدامة للشركات، وهي نتيجة مبادراتنا اللي عملناها في المجتمع طبعا، ومنها تعليم الأطفال. والحمد لله يعني استجزنا المعايير بعد تقريبا 6 سنوات مشاركة معهم. الجميل في هذا الموضوع أنه كل سنة كان يأتينا التقرير التعقيبي ونحن نحسن، لا يعني أنه أخذنا المركز الثالث أنه انتهينا، لا، هذه كانت بداية الخطوة، ومن تحسن إلى تحسن، ومن استمرار لاستمرار في التميز بإذن الله عز وجل. لنا عودة بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. تعد مسألة تعدد الزوجات واحدة من أكثر المواضيع النقاشية والتي يكثر الخوض والجدل فيها، وأيضا تحمل أبعاد مختلفة ووجهات نظر متباينة، بل أنها واحدة من الموضوعات التي تشبعت فيها نقاط الاختلاف بين الرجال والنساء منذ أمد. لكن لماذا لا يزال هذا الموضوع يتكرر الحديث فيه؟ وهل التعدد هو حق للزوج وضرورة أم باب للمتاعب إنجاز التعبير؟ وهل هناك فعلا أسباب تمنع الرجل من التعدد؟ هذه الأسئلة وأكثر من الأسئلة الملحة حول موضوع تعدد الزوجات أناقشها مع ضيفي والذي ينضم معنا عبر سكايب، الأستاذ فهد رشيد المدرب. حياك الله معنا أستاذ فهد. السلام عليكم، مساء الخير. حياك الله، يا هلا وسهلا أستاذ فهد. أنا خليني أرجع بس للموضوع اللي يثير الفترة الماضية حول اختيارك موضوع تعدد الزوجات أو الزوجة الثانية لأحد دوراتك التدريبية. وش الدافع لاختيارك هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء أشكركم على الاستضافة، وأيضا أشكر مشاهديكم. بالنسبة لهذه الدورة وهذا العنوان، عندي مجموعة ضخمة اسمها أسرتكم أميز. هذه مجموعات سلاسل تدريبية تحت دورات. أحد هذه السلاسل هي سلسلة من أكثر من دورة.
اي صوتك غير واضح يا استاذ فهد، ما اعتقد انه عندك اشكال في فصول الصوت. كنت تقول لي هذه سلسله الصوت اذا ما زال صوت غير واضح الان؟ نعم تفضل. تقول لي سلسله كانت؟ نعم، في مجموعه تدريبيه كبيره اسمها صوتكم امنز، فيها تحتها سلاسل. طبعا بحكم انا اني اعمل في القطاع الاسري من بدايه العشرينات الهجريه الى الان في جمعيه التنميه الاسريه، وايضا مستشار اسري ومدرب اسري، فعندي اهتمام بهذا الجانب. طيب في سلاسل. نعم في سلاسل وجهت ل في الصوت واضح؟ نعم لعلي اخذ الصوت من عندك. طيب اسمح لي بس استاذ فهد ويسمح للمشاهدين ننتقل فاصل قصير بس لحين اصلاح هذا الخلل الوارد من المصدر ثم نعود. حياكم الله من جديد. حديثنا في هذه الفقرة عن كيف تختار زوجة ثانية، هذا كان موضوع أحد الدورات التدريبية، واحدة الدورات التدريبية للأستاذ فهد رشيد وهو مدرب. سألناه قبل قليل قبل أن ينقطع الصوت من المصدر عن ما الدوافع التي دعت لاختيار هذا الموضوع الشائك. أستاذ فهد معي؟ نعم. أي تفضل. تفضل. انت جيد ان حسب روش وجهه زي الاستاذ بعض الاخوات انه قبل دعاءها قبل البرنامج. طيب بالنسبه لما الدافع، اصلا هناك عده دورات تدريبيه مقدمه للمعددين من ضمنها طبعا دوره صغيره عجبتني هذه تقدم لزوجة المعدد، ايضا حسرة بالتعدد، وهي هذه الأصل من هذه الدورة الجاذبة عنوانها الأصلي حسرة بالتعدد وتفصل شرع لاحقا. أيضا العيالي كلهم أشقاء، هذه إحدى الدورات، وغرفي تغرني هذه اللي كانت إحدى الزوجات تقدم من زوجة أخرى، وزوجي تزوج علي، هذه موجهة للمرأة التي تزوج عليها زوجها في البداية وتعرف كيف تتعامل مع هذا الموضوع، ومعدد مستجد من تم تعدده. هي بالأصل هذه طاقة الدورات المعدد طبعا. في سلسلة دورات أخرى للأبناء للأزواج اللي هي زوجات عيدان، فهذه إحدى السلاسل، هذه دورة من تلك الدورات المحتملة بالجانب الأسري. فأحسب مجموعة الدورات أو مجموعة السلاسل بأصح، وكل سلسلة إحدى دورات ومنها هذه الدورات. هل يحتاج الرجل إلى مهارة لاختيار الزوجة الثانية؟ البعض يرى أنه هي نفس المهارة لاختيار الزوجة الأولى لاختيار الزوجة الثانية، وش اللي يفرق؟ صحيح صحيح كلام هذا جدا جدا منطقي. بالأصل الدورة عنوانها هل ترغب بالتعدد؟ متى يجب عليك الحضور لهذه الدورة؟ إذا كنت عازم على التعدد واحد، ثانيا إذا كنت ترى من حولك أو بعض من حولك تعدد وخسر أحد بيتك، هذا بالأصل عنوان الدورة. لكن بحكم ما أدري عاد ما يصير، لكن بأمر ما غير اسم ليس مقرن بذلك، غير اسم الدورة، وربما هذا الحلم اللي شخصيا لا أحكم به، ربما أنه كانت مهارات كانت يعني رغم أنها أقل أو يبدو أقل تأثير من كلمة هذا التعدد، أو ربما عشان موضوع الترخيص هذه بالضبط ما هو الاسم، لكن حتى تشتغل أنت تغير الاسم أيضا. طبيعي ما عندي مشكلة بالاسم، حتى الآن لو أراد يغير الاسم دورة أخرى ما عنده مشكلة، هو مشي عند المختار. يعني مو أنت اللي اخترت اسم الدورة، اللي اختار اسم الدورة الجهة اللي منظم المعهد. إيه شاورونهم في تغيير الاسم، الاسم الأصلي للدورة. إيه. هل ترغب التعدد؟ هذا الأصلي. عموما. طيب. سم. إيه. طيب. في حضور؟ هل كان في حضور؟ هل كان في إقبال على الدورة؟ الدورة ما قيمت، الدورة عادة كان عدد المستهدفين 70. المتاح التسجيل 100، طلق من اليوم الاول خلصوا ال 100 تقريبا من اليوم الاول للاعلان انتهى العدد. وسجل كم اللي سجلوا عفوا؟ هو الحد الاقصى التسجيل المستهدفين 70. ايه والعدد الاقصى 100
في اليوم الاول من الاعلان يعني قبل 24 ساعه قلقوا 100 وكلهم كانوا مستعدين من الدوره الحضوريه 100 سجلوا؟ 100 سجلوا هذا اقبال يعني وش اقبال لما الجهه مشكورين وجزاهم الله خير ونتفهم جدا يعني ما قاموا به لما قاموا بإلغاء الدوره رأيت انا اني اجعلها بث تفاعلي البث التفاعلي نفس الشيء سيكون حضور 100 وضعت مكان للحضور حيث يتطلب البث التفاعلي تفاجأت ان ينظم اللي يرغبون يحضرون البث التفاعلي اكثر من 100 طيب ابقى معي استاذ فهد معي عبر الهاتف الأستاذة دعاء زهران الأخصائية النفسية والاجتماعية حياك الله معنا أستاذة دعاء أهلا وسهلا حياك الله طيب من واقع عملك وتجربتك أبغى أسألك عن أول شيء علميني أنت رأيك في 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 ما طرحه الأستاذ فهد قبل قليل حول موضوع التعدد وهو كان يعني مجموعة من الدورات التدريبية كيف تتعامل الزوجة الأولى مع ضرتها كيف تتعامل مع زوجها لما يتزوج عليها وكيف أيضا اللي يرغب في التعدد يعني يمهد له الطريق من خلال هذه الدورة أو تقدم له النصائح من خلال هذه الدورة أول شيء خلينا نسمع رأيك أوكي بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعني إحنا مو باستطاعتنا أن إحنا نحرم حلال أو نحلل حرام هذا التعدد أمر شرعي موجود ولكن ليست بهذه الطريقة ولا الأساليب المتخذة أنا أشوفها غير منطقية إحنا ممكن نعمل دورات تأهيلية لحياة الشخص قبل الزواج العام للشباب العام حتى المقبلين على الزواج المتزوجين اللي عندهم خلافات زوجية اللي تعدوا 10 سنين اللي عندهم عقبات في حياتهم عشان يقدروا يتعدوها ويعيشوا حياة أكثر استقراراً ولكن الآية واضحة في القرآن في نهايتها ولن تعدلوا فلما اليوم أنا بدي أعمل دورة عشان أقول لهم إنه إحنا نقدر نعدل ونقدر نكون مبسوطين وسعداء هذا أمر غير منطقي لأن الدورات الحقيقية اللي بنعملها للمؤهلين للزواج ما بيحضر هذا العدد اللي بيقوله الأستاذ فمعناها عشان خرجنا عن النطاق الصح وكثير من المجتمع أصحاب العقول الضعيفة أو التافهة بتلجأ للأمور السطحية عشان يكون زي الشو طيب وهذا هو الأمر حنا ما نبغى يعني ننعت أحد هو رأي وطريقة عمل طبعا اكيد نحترمها بس ما نبغى استقرار المجتمع جيد ما عندنا مشكله استاذ دعاء بس انا اللي قاعد اقوله بس عشان نكون بعيدين ويكون الحوار اللي بيننا في اطار معين طابع الاحترام بس لا نبعد عن النعوت والاوصاف تفضلي اوكي احنا اليوم نبغى نتكلم ونقول انه الزواج والتعدد حلال ولكن إحنا نقدر نصلح الحياة مع الزوجة الأولى والأبناء والأسرة بطريقة منظمة بطريقة علمية بطريقة مقننة بعيدا عن الأمور الثانية ولكن في مجال إنه الزوج الرجل يقدر يعدد ولكن في أمور ثانية إذا كانت الزوجة مريضة إذا كان عندها أسبابها ونجد الآن في سيدات فعلا في المجتمع ترغب إنه زوجها يروح يتزوج عشان ما يكون طول الوقت متواجد معاها هي ما تقدر تقوم بخدمته ففي هناك سيدات يعني سمحوا للرجال وأصبح الأمر عادي وطبيعي ولكن من الصعب إنه إحنا نقول كل السيدات لازم يقبلوا كل السيدات لازم يتقبلوا يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابيات ما كانوا يتقبلوا هذا الشيء وكان يعني في قلبهم الغيرة فمن طبيعة المرأة الغيرة فلما نيجي نقول لا أنت لازم تكوني واقعية زي أحد المقاطع اللي انتشرت إنه إذا أنت تحبي زوجك وتبغي سعادته زوجيه طب أنا فين سعادتي لما أنا أبغى أريحه وأبغى أقدم له كل ما عندي من طاعة وحب واهتمام وهو حياته لشخصة أخرى ولكن ممكن هو هذا الشخص اللي يبغى يعدد يختار الزوجة اللي تبغى التعدد فمعناها انقسم المجتمع إلى عدة أقسام هناك زوجات يرغبن بالتعدد وزوجات يرفض التعدد طيب أبقى معي أبقى واضح الفكرة أبقى معي أستاذ دعاء إذا سمحتي أستاذ فهد سمعت حديث الأستاذ دعاء تفضل الأستاذة دعاء مشكورة أتفق معها بعض اللي ذكرت من ضمن الأشياء اللي ذكرت وقالت إنه بعض من يعددون وجهه مشاكل وجهه صعوبات وجهه خراب بيت وبعض الزوجات ما تقبل التعدد وبعض الأزواج ما يحسن إدارة بيته وبعض الأزواج يكون يظلم نعم نتفق على ذلك أتفق معها جدا على ذلك
ولذلك وجدت هذه الدورة. الدورة ليست تشجيعا ماذا سردعاء كلمة الدورة أو لا، لكن الدورة ليست تشجيعا على التعدد. الدورة مهمتها الأولى تساعد هذا الزوج على أن يحلل وضعه، وضعه علاقته مع زوجته، وضعه شخصيته، لأن هناك أمور جوانب شخصية بعد نتحدث عنها لاحقا، لكن أنا أريد أن أركز على نقاط السردعاء. هناك أمور يعني مثل الشيء قالت أنه نعم التعدد جائز، لكن لا ينبغي له أن يعدد، هذا حق له، لا يحق لأي إنسان أن يفرض على شخص آخر متى يجب عليه أن يأخذ حقه ومتى يجب عليه أن يأخذ حقه. نأخذ المثال الثاني، يعني خلاص طرف مقابل مر علي في استشارات وجلسات الإصلاح، بعض الناس يقول أن راتب زوجتي حق لي أو نصفه حق لي، ذلك واحد منهم مثل مرات كان في طرف الخراف يقول محتاجين أخطك إياه الباقي يدفعين. فبالآن مثل هذا الآن بأي حق سلب حقها؟ هذا المال حق له ونصفه من شرعا وعرفا، نصفه من حق له، ونأكل هذا ونقول له طف هذا حقه. أيضا هذا الحق حق الزوج، ما يحق لأي آخر شخص يأتي يقول والله تعالى بسلك الحق، وإذا جاز لي وعجبني أعطيك إياه، وإذا ما جاز لي أعجبني ما أعطيك إياه. فلأنا نحتاج تأمل موضوع غيره، الموضوع غيره، إذا كانت نقطة غيره الموضوع غيره، نعم هو عند المرأة وطبيعي، ويجب على الزوج قبل أن يعدد أن يعرف أن هذا موجود وهو طبيعي، ويجب أن يستعد له ويتعامل معه، ويجب أن يعرف القواعد كيف يتعامل معه، وهذا هو الدورة، مثل الدورة عشان يعرف كيف يتعامل مع زوجته، ما الذي سيواجهه لاحقا. طبعا هذا إذا قرر أنه مناسب له أن يعدد جزما بعد الدورة، هذه الدورة احتمال أنه كل الحضور اللي يحضرونها وكل واحد منهم ينتهي الموضوع ويصف النظر على التعدد، واضح. وممكن كلهم يمرون، واضح الفكرة. أستاذ دعاب بسألك سؤال، قانونيا عند لجوء الرجل اليوم للتعدد هل بات عليه القيام أو هل هو لزام أن يخبر الزوجة بأنه سيتزوج امرأة ثانية أم لا؟ المفترض أنه هو يكون واضح وصريح عشان ما أقبل على زواجة ثانية إلا هو يبغى استقرار وراحة. طيب. ومن حق الزوجة الأولى أنه هي تعرف أنه زوجها يبغى يتزوج وتكون هي مخيرة إما يتزوج بالمعروف أو تفريقهم بإحسان. أنا أتمنى كنت أسمع صوت الأستاذ عشان أقدر أرد على جوابه، بس أنا ما أسمع صوته. هو كان يقول إنه هو يتفق معك بالجزء اللي ذكرتيه في في فيما يتعلق بحق الرجل، وإنه فيه يمكن شروط معينة اليوم لاختيار الزوجة الثانية، يتفق معك أيضا في موضوع الغيرة، وقال إنه هذا حق للرجل إنه يتزوج الثانية، زي ما هو حق مثلا للمرأة إنه يجي الزوج بعض الأحيان وياخذ راتبها، وهو حق شرعي لها وحق قانوني، هو نفس المبدأ. أتوقع إنه كل مرأة ممكن تتنازل إنه يأخذ راتبها، يأخذ أمورها عادي، بس ما يتزوج عليها. بس ما يتزوج عليها، لأنه الشريكة عند المرأة يعني كارثة في حياتها. يعني إحنا ممكن نشوف حالات في سيدات أصبحوا عندهم شلل، أصبحوا يمروا بحالات نفسية صعبة. مو كل مرأة عندها القدرة إن هي تتكيف على هذا الحياة الجديدة، أو تقدر إن هي تقول لك خلاص أنا أرفض. فهو الأمر غير سهل، ولكن هو شرعا جائز. ولكن أنا أبغى أجي أقول لكل رجل اليوم يسمعني، إذا أنت كنت فعلا قادر كرجل وليس بس كذكر، كرجل من واجبات لك واجبات زوجية، واجبات بيت، واجبات على الأبناء، واجبات مجتمعية، إذا أنت كنت قادر أن تكون رجل حقيقي حقيقي كامل، فأنا متأكدة أنك أنت تقدر تقنع زوجتك الأولى بأنك ما حتقصر وحتعطيها حقوقها كاملة، والله حيسهل لك للزواج الثانية. ولكن إن أنت فعلا غير قادر، فما ما عندك القدرة لإقناعها على هذا الأمر، فحتفشل. شكرا جزيلا لك الأستاذة دعاء زهران الأخصائية النفسية والاجتماعية. أستاذ فهد، يعني يبدو أنه الكثيرين اليوم سيغضبون عليك وتحديدا السيدات، لكن خلني أسألك، هل ترى نفسك يعني داعية للتعدد؟ لا، من داعية أن العازم على التعدد قبل أن يقدم تكون صورة واضحة عنده جدا، يعرف نفسه، يعرف زوجته، يعرف ما سيقدم عليه، ومستعد لكل ذلك، هذا يدعو إليه. المهارات اللي تتكلم عنها في اختيار الزوجة الثانية، وش المهارات اللي نتكلم عنها هنا؟
هل أخر القد يتنا موضوع المهارات هو هل أنت دورة تعديل هذا المهارات؟ الدورة لا تتكلم عن مهارات في حقيقتها. أي. الدورة فيها محامل، يعني الدورة عشان تكون الصورة واضحة. أي باختصار وسريع أنت كفى تفضل. يعني هل أول شيء هل هو قادر على العدل أو لا؟ هذا أول أمر يساعد الزوج على أن يكتشف نفسه هو قادر على العدل أو لا. طيب. يعني نفس بعض المؤشرات يقول إن المؤشرات ساعد الرجل على ذلك وهو يتأمل فيها. يعني أسأل المثال، إذا اختلف أبنائه اثنين من أبنائه وكان يحب أحدهما أكثر من الآخر، هل عنده القدرة على أن يفصل بينهما وأن يدير هذا الصراع؟ أم يجد قلبه يميل للأحب منهما؟ هذه مؤشر من المؤشرات. قضية أيضا هذا الزوج، هل هذا الزوج من الناس اللي يقبل أو تنفع معه أوراق الضغط؟ على سبيل المثال بعض الأزواج يكون زوجته كل ما قال شيء أحب الأبوي. طيب يعدل بالتصرف ويعدل أيضا بالعاطفة؟ العاطفة حتى العاطفة أيه؟ هناك طرق تساعده على أن يحط بالعاطفة. يعني على سبيل المثال في حديث قال عليه الصلاة والسلام لا يدرك مؤمن مؤمنة لا إذا يغضب إطرها إن كره منها خلقا رضي منها عاقب. هذا الحديث يوضح لنا قضية أساسية في التعامل الزوجي، وأيضا هي مفيدة للمفردين اللي يشاهدون الآن المفردين، اللي هو أنت الآن على تبغض زوجتك، ليش تبغضها؟ هل ركز على عيب أو عيوب فيها؟ ما الحل؟ ركز على محاسنها، قطع تحبها وتملى قلبك حبا بها. كذلك عندما يقوم الزوج ويفعل ذلك مع أبنائه، يفعل ذلك مع بناته، يفعل ذلك مع زوجاته، ستنحل هذه الجزئية. إذا طيب. يركز على مع كل واحد يتعامل من أفضل فيه على الجوانب الجيدة المعتدبه فيها في هذا الفرد، فإنه سيمتلأ قلبه بحبه. طيب. ممكن، لكن لن يكون سريعا، لن يأتي الموضوع سريعا، يحتاج تربة، يحتاج محاولة. واضح. طيب يعني بسألك، دوافع الرجال يمكن تتعدد للتعدد ومختلفة، لكن أنا ما بتحدث معك عن أحقية من عدمها. خليني أسألك عن السمات اللي يجب أن تتوفر في الرجل ليتمكن ربما من الحفاظ على الزوجة الأولى والثانية. هل الجرأة تكفي؟ الجرأة بتخلق العقل؟ لا. لا. لا ولذلك وضعت هذه الدورة. لا الجرأة تكفي. يعني بمعنى أحيانا يكون السبب النسائي. تحدث زوجته، تحدث أم الزوجة، قالوا كلاما أن ضيق صدره، راح طمره وخطب وتزوج، ثم جاب العيد. مثل الآن هذا القرار الانفعالي، يجب أن يعرف الرجل أن قرار التعدد لا يجب أن لا يكون انفعالي. أيضا هناك من أشياء وهناك كثير من القناعات المغلوطة لدى الرجال ولدى النساء حول التعدد، وهذه الدورة تحاول أن تعالج هذه الجزئية. إذا خذ على سبيل المثال إحدى المعلومات المغلوطة. الآن كثير من الرجال يظن إنه ما شاء الله تبارك الله السعوديات مليانة بيت البيوت، والرجال ينتظرون من يعني الأهالي والبنات ينتظرن الأزواج أي زوج حتى لو كانوا عزلات أن يزوجون مثلاً، هذا تصور موجود عندهم. طيب نجي هذا التصور. الآن تدري أستاذ جمال كم الفرق بين الذكور والإناث والكفة راجحة في أي صفين اللي هو الذكور السعوديين والإناث السعوديات؟ للإناث. توقع أي نقطة؟ للإناث أكيد. للإناث. نعم. هذا الدارج. إيه. مو الدارج، هذا الأرقام الرسمية. إيه. الإحصائية الرسمية عام 18. إيه. تقول أن الرجال يزيدون السعوديين يزيدون على الإناث السعوديات بأكثر من 382,000. عام كم؟ بمعنى لدرجة كل السعوديين كل السعوديات فرضاً سيبقى عندنا ما يقارب من 400,000 سعودي ما يقابل المرأة. طيب إن هذه معلومة. طيب سؤال الأخير لك أستاذ فهد، هو سؤال لك يعني موجه لك، هل أنت معدد؟ إيه. ثنتين. الثانية أكبر أبنائي بمتوسطة الله. ماخذ ثنتين ما شاء الله. إيه. ما شاء الله. طيب أنا بشوف معك استطلاع عشان نختم، ناوي الثالثة قريب أستاذ فهد ولا لا؟ تم. ناوي الثالثة قريب ولا لا؟ لا والله حاليا لا اشغلتني هالدورات. طيب خلينا نشوف استطلاع، بشوف الاستطلاع اذا سمحتوا لي شباب نشوف الاستطلاع. الاستطلاع هذا اليوم نشرناه في حساب برنامج يا هلا. ما هو اكبر عائق لقيام الرجل بخطوه التعدد؟ كان في عده اجابات وخيارات: مشاعر الزوجه الاولى، فشل التجربه،
الثانية، الخوف من فشل التجربة الثانية، مصير الأبناء، وسبب آخر 35% قالوا أنه أكبر عائق لقيام الرجل بخطوة التعدد هو مشاعر الزوجة الأولى. بسمع تعليقك على هالاستطلاع باختصار لو سمحت. تفضل. صحيح، الرجال لا يرد الرجال اللي يقوم على التعدد في غالبيه العظمى لا يرد يخسر زوجته، ينزل يخسر زوجته. ولذلك اذا كان عازم على التعدد وراى انه مناسب له يجب ان يساعد، يجب ان يساعد ان لا يخسر زوجته الاولى. لانه لو كان مثل ما قلت انت قبل تسالني تقول هل الجرأه والشجاعه الكافيه سيجي يروح ثم يجي مدري ينتهي الموضوع بطلاق احد البيتين. شكرا. فعلا ترى الرجال يحبون زوجاتهم وحتى لو كانوا مخاصما لها وبينهم فرقه. نعم. يحبون عيالهم. شكرا 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 جزيلا لك. انا اسف وقت انتهى، كان ودي اخذ معك وقت اطول لكن الوقت حاصرنا. شكرا جزيلا لك الاستاذ فهد ارشيد المدرب، متحدثا عن احدى الدورات التدريبيه التي قدمها حول مهارات اختيار الزوجه الثانيه. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. يمتاز القطاع المصرفي وغيره من القطاعات المشابهة اليوم بعديد من الحلول والمنتجات والخدمات إذ يعمل أو تعمل هذه القطاعات على دعم تنمية الاقتصاد وتحفيز. مع هذا الكم والتنوع في هذه القطاعات ومن باب حرص منظم على خلق البيئة المناسبة، وجد أو استحدث ما يعرف بلجنة النظر في المخالفات شبه القضائية والتي تنظر في فصل وفض المنازعات المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي. واحدة من الشخصيات التي عايشت ومرت بتجربة هذه اللجان هو الأستاذ نايف المرشدي المحامي، ضيفي في هذه الفقرة للحديث عن أبرز يمكن التحديات والتجارب مع هذه اللجان. حياك الله معنا الأستاذ نايف، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا اليوم. بهلا. الله يحييك وبارك فيك. طيب خلينا أول شيء نتكلم عن لجان النظر في مخالفات نظام التمويل أو لجان النظر في المخالفات المصرفية، ما هي مسؤولياتها وأدوارها بالدرجة الأولى؟ طيب هذه جهة قضائية مثلها مثل المحكمة العامة والمحكمة الجزائية، لكن وش الموضوع اللي هي مختصة فيه؟ عندنا لجنتين، لجنة النظر في المخالفات المصرفية ولجنة النظر في المخالفات التمويلية. المخالفات المصرفية التي للبنوك والمصارف مع العملاء في المصارف فيما بينها، أي أمر يتعلق بالمصارف ينظر في هذه اللجنة. والتمويلية كل ما يتعلق بنظام التأجير التمويلي ومراقبة شركات التمويل، شركات سيارات، بنوك، شركات تمويل، كل واحد مسحوبة سيارته من عند الباب. أيه. واحد اشترى بيته وعنده الأقساط. أيه. وصارت مشكلة، كل هذه تنظر في هذه اللجنة. كم عدد فروع اللجان هذه؟ على مستوى المملكة العربية السعودية واللي مليئة بعقود التمويل يوجد فرع رئيسي، مقر رئيسي وفرعان، مقر الرئيسي مدينة الرياض وفرع الدمام وفرع جدة فقط. ومن متى أسست اللجان؟ تأسس اللجان من عام 1433 ولها لجنة عليا للاستئناف أعلى من هذه اللجنة، تأسست قبل سنتين تقريبا. وعليها قضايا كثير وعندها مواعيد بطيئة وبعيدة ونحكيها في تجربتنا تبعا. طيب العاملين في هذه اللجان، بس عشان المشاهد اليوم يستوعب، هل هم قضاة؟ هل هم موظفين إداريين؟ وش يعني الصبغة؟ جميل، سؤال حلو. العامل فيها الذي يصدر الحكم هي هيئة مكونة من 3 أشخاص، هيئة قضائية، هيئة قضائية يعينون بأمر ملكي ويسمون بأمر ويحدد لهم مدة من كذا إلى كذا، دورة مدة 3 سنوات ويجدد لهم أو لا، ويختارون هم ذو تأهيل قانوني، تأهيلهم قانوني وليس شرعي أظن. أيضا أما طاقم الباقي إداريين، موظفين إداريين عاديين على المراتب العادية. ما هو ثابت عندك المعلومة هل هم شرعيين ولا قانونيين؟ يعينون بأمر ملكي. هذه ثابتة. ثابتة. قراراتهم مثل قرارات القضاء. نافذة. نافذة. القانوني يعين فيها. هذا متأكد منه. هل الشرعي يعين فيها أو لا؟ هذا اللي أنا ماني متأكد منه. في فرق بين هذه اللجان وبين القضاء؟
من حيث القرار والحكم الصادر لا يوجد أي فرق. إذن الفرق وين يكمن؟ الفرق في أن في القضاء نتعامل إلى نظام المرافعات الشرعية وعندهم أيضا يعمل به، وأيضا يوجد تفتيش القضائي، يوجد دوائر الدوام يوميا، في الواقع والمعايشة يوجد فرق السماء على الأرض. في من حيث الحكم والقرار، قرار القاضي وقرار هذه اللجان واحد. من حيث الوجوب والإلزام والاعتراض عليه وعدم الاعتراض يأخذ الحكم موحد. ويسمى قاضي بهذه اللجان؟ لا، عضو اللجنة شبه قضائية ورئيس اللجنة. نعم، رئيس اللجنة. ورئيس اللجنة. طيب المدة الزمنية، أنت كان لك تجربة. نعم. أسألك عن المدة الزمنية في قضايا اللي تنظرها اللجنة، قضايا الفصل اللي ترى، هل المدة طويلة؟ هل نوعية القضايا تفرض أنه في وقت آخر ولا لا؟ أول شيء بشيء يذكر، خلنا نأخذ الرحلة من أولها. في وزارة العدل في المساء ترفع طلب إلكتروني ويصلك بكرة يا ملاحظات يا قبول الطلب دعوة. هنا تعبي نموذج وترسله على ترفع على بوابة إلكترونية، تقعد لك أسبوعين ثم يجيك الرقم المرجعي للطلب، أسبوعين لكي تقبل هذه الدعوة. إيش الاحتياج أسبوعين؟ ليش؟ علشان تقبل مني قضية وتقيدها أسبوعين لأجل يطلع لها عشان لا، في نقطة مهمة هنا. أنت تتكلم عن شيء مصرفي كله وشيء مالي، أمانتهم واحدة. أي ما يخالف، بس أنا اللي مستغرب منه أنه بعد أسبوعين عشان يطلع لنا رجل. يعني الناس معناته أنه اليوم شخص لو تعطل حسابه في بنك أو مصرف وكان عنده مشكلة ينتظر أسبوعين لقبول الطلب بس. أيوة، ثم المرافعة كتابية 14 يوم أربع مرات، هذه شهرين حقت المرافعة الكتابية كحد أدنى إن لم يطلب أحد الأطراف تمديد. بعدها تجي الجلسة، يكون موعدها من 3 إلى 8 شهور. الرحلة القضائية لدى رحلة المرافعة لدى اللجان نظر المخالفات المصرفية والتمويلية وهي لجنتين لن تقل عن سنة إضافة كوكيل. اليوم بعد الظهر كلمني واحد معي وكلمني قال هذه قضية علينا، فدخلت على ناجز عبيت البيانات إضافة ممثل للشركة، 10 دقائق وصلتني الرسالة، أقل والله أقل من 10 دقائق، نفس الدقيقة ثم انفتحت لي القضية أمامي. وبعد صلاة المغرب رفعت استئناف لأحد عملائنا بضغطة زر، ثم طلع لي رقم وأنه رفع في بوابة ناجز الساعة 5:48 مساء. بالدقيقة يطلع عليك. فهنا عشان رفع استئناف، عشان تسليم مذكرة، تدري أن نرسل على إيميل. ما الذي يثبت لك أن هذا أرسل من شخص ذي صفة؟ يعني تقدر أن تطلع وكالتي لو كانت عندك وتسوي لائحة من عندك استئناف. يعني حتى في ثغرات كثير في, 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 في عنصر الصفة، هل المرسل صاحب صفة ولا لا؟ ما يتحققون، أنت جهة قضائية، أنت تصدر عقوبات، تصدر سجن، تصدر مخالفات. من مرجع اللجان؟ خلاص ما فوقهم مرجع، في لجنة عليا، لجنة استئناف عندها معينة مثلهم ومتأخر أكثر منهم. إذا الابتدائية 3 شهور بين الجلسة والجلسة هذيك 6 شهور. 6 شهور. أي. والمترافعين كلهم يكونون يعني يترافعون بصفتهم الفردية في الغالب ولا غالبهم يوكلون أيضا؟ ما نقبل. يعني التوكيل سهل؟ سهل التوكيل سهل. أي. ولكن المحامين ما يقبلون، ما يرغبون في التوكيل. ليه؟ لأنها ضايعة وقتك. ضايعة وقت وطويلة، ولا فيها مرجعية معينة نرجع لها وتشكي عليها أو تطالب عندها. أستاذي أنا عندي وكيل عن واحد وأزعجني، ورحت المقر في اللجان تبي تحجز موعد عشان تزورهم ما تلقى موعد. لما جيت عند الباب قالوا ادخل الساعة 3، في يوم من الأيام دخلت الساعة 4 لقيت فات علي. جلست كم يوم لين يوم من الأيام دخلت الساعة 3، ينفتح الموقع الساعة 3 10 دقائق ثم يتقفل. حجز موعد وجيت، حطين لنا متر في المدخل، متر ثم حدايد الحمراء دي، خلال هذه المسافة يتم التحدث معك، تسأل هل لديك موعد ولا لا، إيش موضوعك، وإذا ما إذا جاوبوك هم من عندهم ولا تطلع برا. استغل موضوع المواعيد لأجل كورونا استغلال سيء ووظف توظيف سيء. يا أخي افتح لنا، أما حط لنا بوابة صاحية نجد مواعيد فيها لو بعد شهر، أو أنك دخل الناس وخلص أمورهم. أتمت قبل كل شيء. أتمت يعني الحين الدولة كلها صارت مؤتمتة، هذول معنا عايشين ولا يعني احنا اليوم خدماتنا انا شخصيا لي يمكن سنتين اذا مو اكثر ما اذكر اني شلت اوراق ثبوتيه معي او محفظه او بوك وفيها اوراقي وفي شيء، كل شيء بالجوال الان. لا احنا هنا التطور عندهم انهم يفتحون لنا ايميل.
أبشرك. ليش ما في فروع؟ طيب السؤال، إذا كان اليوم أنت تقول لي في ثلاثة، نعم، فرعين ومقر رئيسي، وكلها بالرياض؟ الرياض، جدة، الدمام. طيب مناطق الأطراف لجو يشتكون يضطر يسافر من الشمال أو من الجنوب عشان يحل مشكلته؟ لا، هم يقولون البوابة موجودة، والبوابة لا يجاوبون عليها ولا فيها خيارات ولا يوضح لك متى موعدك ولا شيء. حتى ترفع طلب عقد جلسة عن بعد، تضغط الطلب تتحدث لك الصفحة، لا يطلع لك رقم طلب ولا شيء، ولا تدري هو قبل ما قبل، هو راح ما راح، ما يبين معك أي شيء، استقبل ما استقبل، أشياء كثيرة. فضلا عن عدم إدخال الناس، غالب اللي يجون تحت وطأة البنوك، البنوك تجارية وأسست لهدف تجاري. شلون تحت وطأة البنوك؟ البنك يحكمك بعقد 26 صفحة يعطيك إياه ويفتح لك طرفه ويقول وقع 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 وقع، وتوقع أنت وأنت ما تدري في الغالب. عقد دعان، عقد فوق الدعان، أكثر من الدعان. أنت تشوف أنه طيب البنوك ما جت صبت أحد، جت عطتك العقد وقالت لك وقع، أنت وقعت بصفتك باعتبارك وكل شيء. خلني أعطيك، البنوك ما غصبت أحد يشتري منها عقار. كانت إذا اشتريت مني أنا أحد المصارف، اشتريت مني عقار، سجلت أنا باسمي ولا ذكرت لك اسم في الصك، وعطيتك ورقة أنه فوضناك بموجب الصك هذا أن تؤجر وتستثمر. تدخلت وزارة الإسكان ممثلة بوزيرها الله يجزاه خير، أظن الحقيل، الله يوفقه، ورفعت للمقام السامي شرح عن هذه المشكلة، صدر أمر ملكي بأن من اشترى عقار بنظام التأجير التمويلي أن يسجل باسمه ويرهن للبنك. ويرهن للبنك، وهذا الأصل. ممتاز. كانت البنوك تسوي العكس، صك باسمه وأنت مالك صفة أصلاً، مالك وجود، ورقة خارجية، عقد خارجي كوثائق رسمية معتبرة في البلد، ملكية العقار بصك العقار، ملكية السيارة باستمرت السيارة. خليني تدخل يا لجنة وخلينا في التمويل السيارات تصير باسماء الأشخاص وترهن. يعني هم الان باسم الشركات والبنوك ومسجله باسم الشخص كمستخدم. يجوز للجنه هذه التدخل؟ تبدي رايها، ترفع، تنشر احكامها. 1430 صدر امر ملكي على ايام الملك عبد الله الله يرحمه بالزام الجهات القضائيه وشبه القضائيه بنشر احكامها. ما ينشرون احكامهم، خلينا نعرف احنا وين منطقه الصح وين منطقه الغلط، البنوك وين رايحه، كل الامور هذه نحتاج نعرفها. غير موجود هذا بتاتا. لماذا لا تنشر الاحكام حتى يستفيد الناس منها؟ بعلمك اللجنة اللي تتعلق أو اللجنتين هذه تصدر قضايا فعلياً لصالح الأفراد، أنا أتكلم وليس المؤسسات، بشكل واضح وجلي ولا لا؟ والله شوف، الأحكام عندهم طبعاً في نظام يحكمهم ويرجعون له، والأحكام يعني ما نعلق عليها لأن لها مسارها أمامك، استئناف واستأنف بالطريقة هذه. لكن خليني أتكلم عن أحكام التعويض. أنت تعرف التعويض، باب مفتوح. طيب، شخص في حسابه 197,000 ولا عليه لا تمويل لا عقاري ولا إيجاري ولا أي نوع من أنواعه ولا بطاقة ائتمانية، نضيف، تفاجأ سالب، خصم مبلغ، خصم مبلغ ثاني، خصم ثالث، المبلغ كله راح، صار عليه سالب نفس المبلغ اللي في حسابه. عميل تميز هو لدى البنك، مر الفرع البنك اللي هو بنكه، قال افتحوا لي فلوسي، قالوا اصبر يوم يومين ثلاثة، بكرة الساعة 6 الساعة 5 الساعة، لين راح دخل داوم معهم ساعة 9:30 جلس، قال ما أطلع إلا فلوس ترجع في حسابي، ما عندي شيء، فلوسي هذا حلالي كله وعليه سالب، أي واحد بيحول له تصير بالسالب. رجعت للفلوس من بكرة، قدم شكوى على البنك المركزي مؤسسة النقد سابقا ولا عبره. كيف ما عبره؟ عندهم إدارة مراقبة البنوك هي المعنية، قالوا أن الجهة المختصة في هذا هي لجنة النظر في المخالفات المصرفية. اي، راح اشتكى عندهم. بعد سنتين صدر له حكم بالتعويض ولله الحمد. اي، بعد سنتين وكذا جلسة وكذا مراجعة بتعويض البنك، بإلزام البنك بأن يعوضه بمبلغ 3,000 ريال. 3,000 عن سنتين عن سنتين وعن أخذت 200,000 لمدة 14 يوم. أما الغرامة فكانت بمئات الألوف. الغرامة التي لمؤسسة النقد على البنك كانت مئات الألوف. الشخص يقول أنا صاير أشتغل لمؤسسة النقد، لا خدمتني ورجعت لي فلوسي على طول. فالثقافة اللي جالسة تتلقاها الناس أنه شو اللي نروح نشتكي دام هذا حكمنا في الأخير. أنا عندي جلسة، وطريقة حضور الجلسات عندهم، كان عندي جلسة موعدها الساعة 5 العصر، حضرت الساعة 5، قالوا خليك على الانتظار، جلست عليه. طبعا الجلسه الاولى ما ضبط معي الرابط، انا وكيل فيها وكنت اطلب تزويدي بالوكاله وادخال وكالتي وارسل لهم ايميل، ما جاوبوني. بعدين حضرت الجلسه الساعه، الجلسه الاولى ما تيسر نحضرها، لقيت في بعدها بيوم
في القضية ملف وورد مكتوب فيه محضر الجلسة، وقد قررنا الكتابة إلى شرطة الرياض لوضع المذكور على، طبعا النيابة العامة رفع دعوة على شخص مخالف لنظام التمويل، لوضع الشخص على قائمة القبض. ليش القبض؟ مسرع جلسة وراكم عاجلين بالشر والخير ما شفناه. جيت أنا حضرت الجلسة الثانية، لما حضرت الجلسة كانت بعد بأسبوع من الساعة 5 إلى 56 دقيقة، ساعة و50 دقيقة، صادفت صلاة المغرب، رحت صلي لقيته داق علي ثلاث مرات وقت الصلاة، قال دقوا علي قالوا ادخل ادخل وكيلك جاء وراح. فرجعت هذه الدعوة وش تقول فيها؟ قلت عندي رد مكتوب. قال لا وش تقول؟ جاوب شفويا. قلت جاوب شفويا ننكر الدعوة. قال ينكر الدعوة، طيب انتظر شوي. طيب عندي رد مكتوب. قال دقيقة ثلاث دقائق، ثلاث دقائق قال رجع حكمنا عليه بغرامة 60,000 وسجن سنة. الحكم طيب وين؟ الضبط وين؟ ابغى اوقع عليه بصادق. قالوا لا تلقاه بكره. بكره بعده بعده انتظرت 14 يوم لقيت الحكم. الحكم المنطوق غرامة 60,000، الحكم الذي مكتوب غرامة 200,000. أوف. نعم السجن المنطوق سنة مع وقف التنفيذ، والمكتوب نفسها. اختلف. لكن الأحكام هل هي هل هي هل هي تحاكي اليوم الأنظمة والقوانين الموضوعة؟ لا والله لا تحاكيها ولا شيء. ولا هي متروكة لتقدير اللجنة والقضاء إذا سألت. أنا ما أدري وش الفرق إذا الطمرة اللي جت 140,000 من وين دخلت علينا؟ ايضا انا اريد مستمسك استمسك به، تصوير الجلسات القضائيه ممنوع ولا اقدر اسويه، انا راح ارتكب ممنوع لاجل معالجه ممنوع اخر، فماذا اعمل؟ جيتهم يا جماعه صار عندنا كذا 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 واختلف، قالوا اكتبه في الاستئناف. طيب انا كيف اثبت الاستئناف؟ وزاره العدل شاشة. وش اللي يخليني اضطر اروح للاستئناف وانا قادر اني اصل لوياك الحل يعني؟ ولا جلسه مسجله ولا ضبط انه صادق عليه في نفس اللحظه. يجيك الصادقه رفض، اذا رفضت المصادقه يعني ان ما كتب على لسانك او ما حدث من مجريات الجلسه لم يكن موافقا للحقيقه. هذه تجربه اخرى. انت تشتكي ابشر سحبت سياره شخص، اشتكى عندهم، تعرف ان البنك يقول اسحب شكواك اعطيك السياره، يجون المواطنين احب حبايب يجي اسحب شكوى، تنازل عن الشكوى وجاب لهم ورقه، جيب لهم الورقه عاد يبدون الان يتشرطون عليه ويبدون تسحب سيارتنا ليلة العيد مثلا ولا أول يوم في الإجازة، هل في رقم مباشر؟ هل في دعاوى مستعجلة؟ هل تنظر بشكل سريع؟ تجارب الناس تقول أن بطء والتأخير وطولتها ما للناس رغبة فيها. وش عندك رسالة أخيرة؟ وش عندي رسالة توصل على اللجان؟ أوصل أولا الأمر، صدر أمر ملكي في التبليغات الإلكترونية أن يجيك رسالة إذا عندك جلسة ولا شيء. مكتوب في مستهلة بناء على ما رفع لنا وزير التجارة رئيس لجنة التيسير، اعتمدوا التبليغات الإلكترونية في التبليغات القضائية. لاحظ أنه ما له علاقة وزارة العدل. أتمنى من له علاقة بالاستثمار، هذا التأخير يعود سلبيا بشكل سلبي على الاستثمار في المملكة. الاستثمار صحيح، ونحن اليوم نستقبل الشركات العالمية جايتنا وستتعامل مع البنوك جزما. بكرة تسوي لها سالب البنوك هذه، من يفكنا من الشركات العالمية؟ هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، صاحب القرار عجل بضم جميع اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، ويوضع لها محاكم اسمها المحاكم الاقتصادية، ويضاف على تأهيل القضاء تأهيل اقتصادي أيضا آخر، فتنظر فيها المصرفية والجمركية والتمويلية وغيرها مما يتعلق بالاقتصاد. مثل دوائر الفساد الآن متخصصة دوائر بالفساد، نريد محاكم متخصصة بالاقتصاد. أما تبقى لجان ما يداومون اليوم في الشهر نظرا لآلية عملهم، والأصل أنهم في عمل آخر ويكلفون بهذه، ثم تجي الأحكام التي للمواطنين ضعيفة والتي على المواطنين سواء مستثمر ولا غيره عالية جدا. عاد انت محامي وابخص باللي تقوله، الله يزين. واكيد انه اللجان طبعا لهم حق الرد مكفول طبعا، لكن امانة امر مؤسف اليوم انه نكون وصلنا الى هذا التقدم الكبير جدا في الحكومة الإلكترونية وفي الخدمات وتسهيل الخدمات وتحسين تجربة المستفيد في كثير. يعني احنا نتكلم عن ما يزيد عن 400 خدمة حكومية اليوم تأتمتت وصارت بضغطة زر. مزعج ومؤذي صراحة ومؤسف أن نصل إلى هذه الحال، وأنه لازال هناك مجموعة أو جهات أو لجان محددة خارج هذا السباق اللي احنا قاعدين نعيشه بيننا وبين أنفسنا احنا كسعوديين اليوم، لأنه كثير من اللجان وكثير من العمل الحكومي أتمت بهدف تحسين هذه التجربة، بهدف إعطاء الناس فرصة أنها تلمس ميزة هذه الأتمتة والخدمات وفائدتها على عليهم وعلى حياتهم. والجزء الأهم، الأتمتة أحد أدوارها الرئيسية، أحد أدوار الأتمتة الرئيسية اليوم للخدمات الحكومية مكافحة الفساد. هذا جزء مهم وأساسي
وهذا اللي اليوم نعمل عليه. الجزء الثاني والمهم أيضا في أتمتة هذه الخدمات يا أخي تقليل التكاليف. مو معقول أن نقعد سنتين ننتظر حكم. يعني نتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى المعنيين بهذه اللجان وأن يوجد حل سريع. على أقل تقدير يا جماعة افتحوا منصة، خلوا الناس يعني تتواصل معكم وتعطيكم آراءها، حسنوا من هذه الخدمات. والشيء الأهم مدة المقاضاة اللي نتكلم عنها، هذه مكلفة للشخص اللي يتقاضى اليوم أمامكم. نأمل أن تضعونها في اعتباركم. يعني الأخير طبعا المصارف احنا ما نقدر نقول شيء، وصولهم يمكن أكبر من وصول أي أحد آخر. اليوم فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. بعد عناية الله ولطف منه، تمكن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من النجاة بحياته من هجوم لقطعان من القرود بجوار منزلهما في منزلهم في محافظة المخواه، حيث استطاعت شقيقته البالغة 10 أعوام من إنقاذه من القرود التي اختطفت وهاجمته بشراسة، مما أدى إلى إصابة الطفل بجروح ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. عبر سكايب ينضم معي نايف الزهراني والد الطفل. حياك الله معنا يا ابو بدر. الله يبقيك سلمت، حياك الله. يا هلا وسهلا. اول شيء الحمد لله على سلامه ابنك وطمنا عليه. الله يسلمك ويعافيك. لا بالشركه الحمد لله، اليوم طلع من المستشفى اللهم لك الحمد، اموره طيبه. الله يحفظه ان شاء الله. ابو بدر علمني عن القصه، وش اللي حصل بالضبط؟ والله حبيبي يوم الاثنين قبل صلاة العصر طلعت البنت عندي، بنتي عمرها 10 سنوات والطفل هذا 3 سنوات لرمية النفايات في الحاوية كرمك الله وكرم المستمعين، كرمت. وهم راجعين المنزل هاجمتهم القرود والطفل هذا الصغير ومسكته بالقفص وأثرت عليه يعني بجرح عميق شوية، ولكن الحمد لله. عادة تصير القردة أو القرود غالبا جنب بيتكم بشكل متكرر تشوفونها؟ اي نعم نعم، انا اشوفها صباح ومساء عندي امام المنزل. يعني يبر معتادين عليه انتم في نفس الحي؟ اي اقصد هي تجي نتعز على سياراتنا وعلى مزارعنا وفي المحافظة كامل، يعني محافظة المخوة. ما كان هذا الهجوم الاول لها يعني؟ لا 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 لا، كان لها هجوم كثير وقد لحقنا اذى كبير منها. وهي لهالدرجة يعني شرسة وتهاجم؟ نعم شرسة وتهاجم، يعني ابني يعني عارف وراجع البيت فهاجمته يعني الحيوانات. طيب انت تقول لي الموضوع قديم وله فترة، تواصلت طيب مع جهات معنية، الجهات اللي لها علاقة بالموضوع يعني حتى يتداركون الأمر وما يصير له تداعيات زي اللي حصل؟ نعم نعم، أنا تواصلت مع كذا جهة عن طريق تطبيق تويتر وعن طريق بلدي وعن طريق منصة القطرية، ولكن يعني ما حصلت أي شيء يعني أو استجابة منهم أو تواصل منهم. وشلون ما حصلت إجابة يعني؟ وش كان الرد دائما؟ يعني كأقرب قريب اليوم البلدية قفلت البلاغ ولا صار أي شيء نهائيا. والقرود اليوم أنا الصباح أنا محصلها يعني في نفس الموقع، حتى الولد يعني يوم طلعت والله من المستشفى اليوم حصلها والله العظيم عايش في حالة رهب يعني بشيء كبير يعني. وأنا والله العظيم إني يعني عارف يلحقني شيء كذا في قلبي إن يعني الأشياء يعني الجهات المختصة ليش ما تقوم بالفعل اللي يخصهم ويشيلون الأذية هذه عنا، يعني أذت أطفالنا، عندنا ترم الآن مقبل للدراسة، كيف أطمن على ولدي يطلع الشارع عشان أضغط؟ فيعني البلدية تقول هذا ما خصاصنا. الأمانة جاني اتصال من الباحة تجاوبوا معي وقال حنا نجي في نفس الموقع ولا أجو، وبعدين جاني اتصال منهم قالوا هذا غير خصاصنا. طيب كيف استجبت معي بالاتصال الأول وبعدين تقول إنه ما خصاصنا؟ أجل اختصاص مين؟
ما أدري. أنا يعني كلما أتكلم مع جهة أقول اختصاص مين، قال ما اختصاص أنا ولا أدري. يعني البلدية قفلت البلاغ، الأمانة ما استجابت معي، محافظة المخوة قدمت معروض شكوى وبالخبر صحيفة سبق على محافظ المخوة ولم يصير شيء، وقابلت وكيل المحافظة غالب الغامدي وقال لي إيش نسوي لها. قلت يا أخي إذا كانت الجهات المختصة ما عندها الحل في الشيء هذا فأنا مواطن كيف أجيد الحل؟ يعني أنا عندي مزارع، أنا أتأذى في مزارعي، أتأذى في البيت، أتأذى في مواصيف السباكة، تطلع في الأحواش. يا الآن هذه كلها ما تهمني، يعني يهمني أطفالي أهم من الأشياء هذه كلها. ما في شك. وش الرسالة اللي بتوصلها؟ وش الرسالة اللي بتوجهها للمسؤولين من هالمكان أبو بدر؟ أوصلها أن المسؤولين يخافون الله ويضعون ولدي هذا أن يطلع عمر السلامة ولد مواطن للمملكة العربية السعودية كامل. يعني ما هي يعني داخل المحافظة هنا. أنا أبغاهم بس يخافون الله وينظرون للوضع هذا ويشوفون لنا حل في البرود هذه، وهو الحل بسيط جدا يعني، بس إنه ما في يعني المسؤول ما حرك العاملين تحت إدارته فقط. الحمد لله على سلامة أبنائك، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى أنه الرسالة تصل للمسؤولين، وكل ثقة باستجابتهم بإذن الله. المناداتك ومناشدتك، ولا شك أنه الموضوع إذا وصل يعني للسلامة وللأرواح، أنا متأكد أنه سيكون هناك حراك يعني مهم. إحنا ما نتمنى يصير شيء أكبر من هذا، لكن قدر الله ما شاء فعل ولطف الحمد لله. كل اللي نتمناه أنه الجهات المعنية في المخواة تتفاعل مع نايف الزهراني أبو بدر والد الطفل اللي أصيب، والحمد لله الله سلمه، لكن ما حد يعرف المرة الجاية هي تصيب ولا تخيب. ختامها إلى اللقاء.